الأندية ذات القيمة يعني الكبيرة، يعني أنا كل الاحترام والتقدير لكل الأندية في مصر، ولكن أنا ما أقدرش أطبق لائحة على بعض الأندية اللي أكبر يعني طموحاتها إنها تشارك مثلا في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة، والنادي الأهلي اللي بيشارك في أبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا ودوري وكاس، وبيذهب إلى في بعض الأوقات إلى كأس العالم في اليابان. هل من الطبيعي ان انا لم اخذ راي او استشاره او ما يناسب الانديه الكبيره في وضع اللائحه الاسترشاديه؟ ده هو مش بس غير مناسب الا تاخذ راي هذه الانديه الكبيره، ده انت حتى تاخذ راي الانديه الصغيره ايضا. يعني الاهلي يجب ان يقول رايه، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد باعتبارهم اكبر انديه كره قدم في مصر وعندهم شعبيه رؤى وعندهم جماهير وعندهم شعبيه ضخمه. ايضا نادي الجزيره، نادي سبورتنج، نادي المعادي، نادي هليوبلس، نادي الصيد، يجب أن يكون لهم رأي. الأندية التي في الصعيد وتعيش واقع مر وأليم وعندها مشاكل وعندها عراقيل وعندها لها مطالب، يجب أن يسمع رأيها. وأندية سينا، أندية الدلتا، أندية في أندية في القرى، في أندية في المدن. يعني أنت عشان تعمل لائحة الأندية يعني لازم تسمع الآراء. هذه اللائحة لا يمكن أن تصاغ في أوضة مقفولة وبدون مشاركة كل هؤلاء. يعني أنا كنت أتمنى مثلا وهم بيعملوا لائحة، أو كنت أتمنى تطبيق معنى كلمة استرشادية، بمعنى أن أنت تيجي تقول لي شروط الترشيح، أنا حاطط لك 10 شروط، اختار اللي أنت عايزه منها وتبقى هو ده في لائحتك. عامل مجلس الإدارة ما يقلش عن 7، ما يزيدش عن 14، فبحيث ان انت تختار. يعني كان ممكن نعفي كل هيئاتنا الرياضيه من وجع دماغ الجمعيات الخاصه ووضع لوائح استرشاديه وكده، ويبقى في بدائل. لكن ده ما يمنعش برضو ان انا مقتنع تماما، الاهلي من حقه ان تكون له لائحته الخاصه، الزمالك من حقه ان تكون له لائحته الخاصه، اي نادي في مصر واي هيئه رياضيه من حقها وفق ظروفها، عدد أعضائها، عدد لعباتها، مواردها، ارتباطاتها، تحط لائحة بالشكل الذي يرضاه أعضاء هذا النادي، ويكون هذا النادي سيد قراره وسيد نفسه يعني بدون لا. لكن أنا مش عايز الأمر يتحول من إن إحنا كنا تحت عباءة لائحة واحدة يديرها وزير الرياضة أو رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة بحكم منصبه، وأصبحنا في نفس الوضع ولكن تحت مظلة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. طب احنا مع دكتور ياسر أيوب في نفس السياق، عندنا تقرير من أعضاء الجمعية بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، نذهب ونشاهد ونرجع ونكمل كلامنا.